بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم. من هذا المنبر نحب نوجه رسالة إن شاء الله، رسالة توعوية لكامل المواطنين الجزائريين كاملين بإذن الله. رانا في الموجة الثالثة، ماذا بينا إن شاء الله كامل الناس يأخذوا بعين الاعتبارات الاحتياطات الوقائية اللي رانا نهضروا عليها، راها تهضر عليها الدولة. الحمد لله الدولة نتاعنا راها توفر اللقاحات، توفر الماتيريال، كلش راه واجد لكامل الناس بإذن الرحمن تعالى. إن شاء الله راح نخرجوا من هذه الموجة بأقل خسائر إن شاء الله بإذن الله. لكن لازم كلنا نتبعوا النصائح اللي رانا نهضروا عليها، نتبعوا نصائح بخصوص شرب الماء، بخصوص الاتزان، بخصوص الادويه، نشربوا الدواء تاعنا كوريكتومون، نتبعوا ماذا بينا التباعد، ماذا بينا الوقايه. الوقايه خير من العلاج، احسن حاجه نديروها الوقايه. راه الدول الاجنبيه كوارث صرت فيها، لكن يصنت ويسمع واش يقول اهل الاختصاص باذن الرحمن ان شاء الله لا ضرر ولا ضرار باذن الله. نتمنى ان شاء الله تفوت هذا الموجه خفيفه علينا بربي ان شاء الله، بالحس التوعوي بالضمير نتاعنا، واحد ما يأذي واحد بربي ان شاء الله. وربي يجيب الخير ان شاء الله، وربي يشافينا ان شاء الله.